السلام عليكم. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل النهاردة، هنخلي تقريبا كل حاجة في بيتنا مع بعض بطريقة حلوة جدا جدا. الوصفة دي هي اولموست شبه الكيمتشي، هي يعني مخلل الكرنب بالطريقة الكورية، ولكن انا حذفت منها حاجات وضفت لها حاجات وطلعت ظابطة وحلوة جدا. وبالنسبة لي الطعم ده حبيته اكتر من طعم الكيمتشي الحقيقي، يعني تحفة. التخليل ده هيدينا بروبايوتيك كتير قوي، هيفيدنا، اكل سهل الهضم، عندي الانزيمات المفيده زي ما حكينا على التخليل في كل حاجه. واي وقت انا ما عنديش مزاج اطبخ، مش عايزه اعمل حتى سلطه، انا بطلع الحاجات الحلوه اللي متخلله، كل الخضار الحلو ده واكله. هحتاج فيها حاجات كتيره جدا، هحطها لكم كلها في المقادير في الديسكريبشن، واحطها في اول تعليق كمان. ان شاء الله تعملوها تستفيدوا منها. في كام نقطه بس فيها عاوزه اقول لكم عليها. انا قلت في التصوير ان انا هحطه، يعني هسيبه 12 ساعة في المية والملح. لا، انا ما قدرتش اعمل كده عشان هنفقد كتير من العناصر لو انا مش هستعمل المية دي. فانا لو هستعملها ماشي، بس احنا مش هنستعملها، هما بيركنوه في مية بملح كتير عشان يطرى. لا، انا عملته ساعة ساعة، بقى طري وحلو قوي، هو ده اللي انا عاوزاه. اوكي، دي حاجة. تاني حاجة، على حسب بقى كمية الكرنب اللي هتحطوها، كرنبة كبيرة صغيرة وسط، هتزيدوا بقى الصوص بحيث ان هو يكون غرقان في الصوص. هو شوف الصوص كتيرة زي ما شاء الله بتاعته، الشطة الحمراء، اي نوع شطة حمراء لو لقيته كورية يبقى حلو قوي، لانها لونها احمر قوي، بيدي لون الاحمر قوي، مش لازم بالنسبة لنا. اوكي، الباقي كل المكونات تقريبا كلها يعني موجودة في كل البيوت. يلا نبدأ. اول حاجة هاخد الكرنب، بس هما مفروض بيعملوه بالكرنب الكوري، هو حاجة بين الخس والكرنب، كرنب طويل كده شوية واوراقه مش جامدة زي الكرنب، ناعمة شوية، بس كل انواع الكرنب بتنفع. فانا هستعمل الكرنب العادي عشان اوريكم، وكندود بنفس الكرنب اللي موجود في بلادنا. هقطعه الاول قطع كبيرة، مش صغيرة، بعدين هنرجع نقطعه، بس الاول كبيرة. يعني هغمره في ميه بملح، ملح بحري، اي نوع ملح خشن، واسيبه فيها حوالي 12 ساعه، او اعمله بالليل واشتغل فيه الصبح. اوكي، ملح الخشن بقى، بسم الله، حط كميه ملح يعني حلو. والله انا الوان كرومبا اللي انا عملتها دي هحط عليها مثلا نص كوبايه من الملح بالميه، اندن بعد كده الميه دي بعد ما هتبات وبعد 10 ساعات او 12 ساعه هنتخلص منها، فما تقلقوش من الميه. اوكي، من الملح، بسم الله، لو بس عشان يدبل شويه، هي الوصفه دي كده. سيبه بقى ونرجع نكمل. انا اتخلصت من الميه اللي بالملح. اوكي، بقى سوفت، شوفوا هم عايزينه يبقى سوفت كده. اوكي، بس كمان حاجه، انا قعدته ساعه واحده بس، يعني نكتفي بساعه عشان ما تروحش فوائده. المكونات التانيه بقى اللي هحتاجها، جزر لو عندي وحده ليفت هحطها كمان، كل ده هبشره سلايسز رفيعه طويله. عندي الفجل، اي كمية حلوة مش مشكلة، وعندي قطعة من الزنجبيل الحلوة كده. هجهز 2 تومة هقشرهم واطحنهم. هنجهز الصوص اللي هحط فيها الكرنب، اول حاجة معلقة من الشطة الحمراء، هم عندهم الشطة بتاعتهم يعني اسمها ريد بيبر فليكس، كوريان، لازم كوريان حاجة كده، بس اي شطة هتشتغل ان شاء الله. معلقة من دبس التمر او العسل الاسود، معلقه العسل الاسود، معلقه من التمر هندي، صوص التمر هندي، فاكرين اللي حضرناه قبل كده، بتشتغل حلوه قوي، اي صوص تمر هندي هتشتغل حلوه، بدل ما نشتري الصوص بتاعتهم والفيش صوص والحاجات دي، ده بيطلع نفس الطعم الحلو. ودي بقى، دي نسيت اقول لكم عليها، دي الفلفل، معجون فلفل. اوكي، ريد بيبر بيست، البيست المعجون بتاع الفلفل، زي التوميتو صوص كده. اوكي، هقلب كل ده. بعدين معلقه صوي صوص او فيش صوص، انا افضل صوي صوص، اللي يعني اللي يمشي حلو يمشي، ما عندكوش تكتفي بالتمر هندي.
هضيف بقى كل الحاجات اللي بشرتها، زنجبيل، ثوم وجزر، كل ده هضيفه، الفجل. بعدين اقطع كمية حلوة من البصل الاخضر قد ما تحبوا طعمه، هما بيقطعوه كبير قوي، يعني انا قطعته وسط، لا كبير ولا صغير. اوكي، واضيفها لنفس الخليط. وده الخليط بتاعنا جاهز بقى، اضيفه على الكرنب. اوكي يلا، الريحة بقى ما اقولكوش تحفة، يعني تقريبا البيت كله في ريحة الزنجبيل مع الثوم مع الجزر مع البصل مع الصوص اللي حطيناها. is amazing، سبحان الله. نقلبها فيري جود عشان الكرنب يمتزج بالصوص دي كلها، بكل المكونات دي تمتزج ببعض، محتاج شوية وقت على فكرة. تحفة جميلة جدا، هتعملوها النهاردة ان شاء الله. نبدأ بأول خطوات. اوكي، هحطها بقى في برطمانات، هسيبها من 3 ايام ل5 ايام بره، اند ذن بعد كده احطها في التلاجة واسحب بقى برطمان برطمان واقعد بقى اكل فيه. ان شاء الله بيتحط مع الاكل، يعني اكلها مع الاكل مش لوحدها، عشان انا برضو محتاجه ماده دهنيه، عشان الفيتامينات اللي بتحتاج ماده دهنيه اللي هي بتدوب في الدهون. فانا كده استفدت من كل حاجه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله. إن شاء الله تكونوا استفدتم من الوصفة دي، أشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.